عملنا قبل كده فيديوهات عن المؤمنين والشهداء لما بيغادروا الدنيا بيحسوا بإيه وبيشوفوا إيه وفقا لنصوص القرآن والسنة. طيب عايزين نعرف مين اللي استشهد وربنا وصل رسالته لأهله عن طريق الوحي، وكانت إيه الرسالة بالظبط، وأهل المتوفى عموما المفروض يتعاملوا إزاي مع الموقف ده، وينجحوا في الاختبار ده إزاي، وإيه أجر صبرهم ونتيجة نجاحهم. تفاصيل كتير مهمة هتعرفها في الفيديو ده، يلا نشوف. أي إنسان بيتصدم لما بيفقد شخص عزيز، وأكيد بيصيبه الحزن وبيبكي، كل ده مفيش فيه أي مشكلة، لأنها مشاعر طبيعية جداً في حدث زي ده، لكن إمتى يبقى الموضوع فيه مشكلة؟ هما شقين، شق نفسي وشق ديني. الشق النفسي إن أحياناً تلاقي الشخص مش مستوعب اللي حصل، عقله رافض الفكرة غصب عنه، كأنه مش مصدق إن فلان أو فلانة غادروا الدنيا، ولما بيبتدي يفكر في إنه مش هيشوفهم تاني ولا يكلمهم تاني، عقله بيصور له إن ده مش حقيقي، وإنهم ما ماتوش ولا حاجة وكل اللي بيحصل ده وهم. فلما بيشوف صورة المتوفى مثلا بيحس بلخبطة في مشاعره، فبيحصل ارتباك في الوعي، في حاجة بتقول ان ده مش موجود لكن هو شايفه موجود ومفيش اي حاجة. ولما يبتدي يسيب نفسه للأفكار دي ويستعيد ذكرياته مع الشخص او يسمع صوته مسجل عنده، بتبتدي المشكلة تكبر ويصعب السيطرة عليها. اللي بيحصل ان هو بيفضل يستجلب حياة افتراضية تجنبه الواقع اللي هو رفضه، فنفسه تبتدي تمرض وحياته تتدمر بالتدريج. اما الشق الديني فده لما الانسان بيعترض على اللي حصل ده، سواء بالكلام او بالفعل او بالتفكير حتى، يعني تلاقي واحد بيفكر ان اشمعنى فلان مثلا او ليه دلوقتي وليه بالطريقة دي، وينسى رحمة ربنا ويشك في حكمته والعياذ بالله. فالانسان ده بتحصل عنده فجوة كبيرة جدا في عقيدته، هيفضل معترض مثلا ويسيء الظن بالله لغاية ما هو كمان يغادر الدنيا، فهيلاقي مشكلته عظيمة جدا. اللي توفى قبله مثلا دخل الجنة وكان مرتاح، لكن هو ضاع خلاص، واللي هو ضيع نفسه علشانه ده مش هينفعه بحاجة، ولا الأمر كان يستدعي اللي هو عمله ده أصلا. طيب لو حد صدر منه مثلا كلمة في حدث زي ده ورجع ندم عليها، إيه موقفه؟ ببساطة يستغفر ربنا ويتوب، وربنا يتوب عليه بإذن الله، لكن الأكيد إن هو ضيع أجر عظيم جدا كان ممكن يحصل عليه عند تلقي الخبر مثلا، أو في أول معرفته بالأمر، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لحظة الصدمة دي هي اللي بتحدد ثبات الأجر أو ضياعه. الحزن والبكاء والحاجات دي شيء طبيعي جدا، وعلى فكرة عليه أجر بإذن الله، لكن المهم هو الرضا وحسن الظن بالله. ربنا لو أطلع حد على الغيب ممكن يلاقي المتوفى ده منعم جدا ومفيش أي داعي للحزن، ممكن هيوحشك لكن هتتقابله تاني بإذن الله. في واحد من الصحابة اسمه جابر بن عبد الله، والده كان استشهد في غزوة أحد، فقعد حزين جدا على والده، فجاله النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا جابر مالي أراك منكسرا، فرد وقال له يا رسول الله استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبشرك أو أقول لك اللي ربنا قاله لأبيك؟ قال له بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كلم الله عز وجل أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، يعني كلمه بدون حجب بشكل مباشر. الله أكبر. وقال له يا عبدي تمنى علي أعطك، كأن ربنا تكفل بديون الشهيد ده بالذات وبأي حاجة هو نفسه فيها. فمن العظمة اللي شافها الشهيد اتمنى يكرر الاستشهاد تاني، قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، فربنا قال إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني ده ما ينفعش يحصل لأن كلمة ربنا ما بتتبدلش. فقال له يا رب فأبلغ من ورائي، عايز أهله يعرفوا اللي هو فيه من كرامة وفضل عظيم. فربنا أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآية دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولو كملنا الآيات اللي بعدها هتلاقي ربنا بيوصف حالهم، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخيل كده جابر رضي الله عنه وأرضاه لما يعرف ده وتوصلوا رسالة والده في القرآن، الله أكبر. هل هيبقى فيه داعي للانكسار والحزن؟ أبدا والله، إحنا بقى دلوقتي لازم يبقى عندنا حسن الظن بالله إنه أرحم من أي حد على أي حد. صحيح ما نعرفش علم الغيب، لكن القرآن والسنة فيهم بيان لكل شيء، وهم النافذة الوحيدة على الغيب،
فلما حد عزيز علينا يتوفاه الله، لازم أول حاجة نعملها نتلقى الخبر بالرضا، نحزن ونبكي وكل حاجة عادي جدا، لكن نخلي بالنا من كلامنا ساعتها ونظن بالله الخير والرحمة، نتعامل مع الموقف بثبات وما نسمحش للنفس بالانهيار، لأن غالبا الشيطان بيلاقيها فرصة عظيمة لتدمير النفس والبدن، فنستعيذ بالله منه ونذكر ربنا كتير. ثانيا، نعتبر إن اللي توفى ده سافر وإحنا قطعا رايحين له، يا النهاردة يا بكرة يا بعده يا في أي وقت، ندعي له ونتصدق ليه، لأن كل ده فعلا بيوصله بإذن الله ويفرحه، هو ما بقاش عدم ونفسه يوصل رسالة لأهله، لكن مفيش إمكانية لده، ده طبعا لو هو بخير. فخلينا احنا نتصور الرسالة اللي هو عايز يوصلها من منطلق حسن الظن بالله واليقين بأن رحمته وسعت كل شيء. لو هو توفى مسلم ومفيش عليه ديون لحد، ما ظلمش حد أو أذاه، كان ملتزم بصلاته، الناس بتشهد له بالخير، فبإذن الله هو بخير، ونفسه يعرف أهله العظمة اللي هو شايفها والرحمة اللي حس بيها وكرم ربنا اللي ملوش حدود. احنا في وقت فيه شهداء كتير بيغادروا الدنيا، بنشوف ظاهر الموضوع بس وبنتألم، لكن لو ربنا أطلعنا على الغيب هنفرح لهم وهنتمنى نول الكرامة دي. فلازم الكلام ده يكون معروف عند كل المسلمين، إن الموت مش معناه عذاب وظلمة وقبر وخوف وألم، ده حقيقي لكن للي يستحقوه، لكن بالنسبة للمسلم الموت عبارة عن نهاية سعيدة لرحلة شاقة، مفتاح لحياة جديدة فيها سعادة أبدية، لقاء مع اللي سافروا قبلنا وفرحة بالعالم الجديد النقي، وداع للحزن والألم والصراعات والأذى، انبهار بجمال محدش تصوره قبل كده، معرفة حقيقة الدنيا إنها ما تسواش حاجة، كانت مجرد مرحلة سريعة وانتهت، وشكر لله على الخروج منها بعزة وكرامة ونجاح في الاختبار، ونعيم أبدي عند الملك العظيم سبحانه. ربنا يتقبل الشهداء ويصبر أهليهم وينزل عليهم السكينة والسلوان ويثبت أجرهم جميعا ويثبت الأبطال ويستخدمنا ولا يستبدلنا، اللهم آمين. عرف المعلومات دي لغيرك وما تنساش تصلي على سيدنا النبي. شوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.